طبعا في البدايه خلينا نبدا كده بامبارح، ومباراه جميله بس كنا على اعصابنا. يعني احنا ملوك الدقيقه 90 ما عندناش مشكله، على اعصابنا مش واثقين، ولكن ايه قلقانين، عندنا نوع من يلا بقى يعني عايزين نكسب، عايزين نحققها، عايزينها تتم. فامبارح بتشوف ازاي برضو المباراه من ناحيه الاهلي تحديدا، وبعد كده ممكن نتكلم طبعا على الفريق الاخر لانه برضو ادى بصراحه يعني اداء كويس جدا امبارح. طبعا انا هتكلم على حاجه مهمه جدا في الدقيقه الرابعه وقت ما المحله تعادل مع الاهلي. دي كانت نقطه مهمه جدا، لو حضرتك تجيبي على الجمهور بتاع النادي الاهلي كان النادي الاهلي اللي جاب الجون هو ده النادي الاهلي. يعني احنا بدانا من حيث انتهى اللقاء. ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي هو الدفعه المعنويه الكبيره للنادي الاهلي. هكذا يكون لعيبه النادي الاهلي، هكذا يكون جمهور النادي الاهلي. فانا بقول ليه تعادل المحله جمهور كان الاهلي اللي جاب جون؟ لان انا وانا قاعد بتفرج كان عندي ثقه كبيره جدا الاهلي هيكسب. والدقيقه رابعه ثواني. ليه؟ لان دفعه الجمهور والدفعه المعنويه والنادي الاهلي على انت عارف ان حضرتك ان في معلومه ان النادي الاهلي ما كسبش المحله في المحله من سنه 2008؟ يعني بقاله الملعب ده انا كنت برضك قبل كده مسكت نادي طنطا مع كابتن اسامة عربي ولعبنا فيه الاهلي، ملعب ضيق جدا. النادي الاهلي بيعتمد في لعبه على اتساع الملعب دايما، اتساع الملعب، لكن ملعب المحله طبيعته ضيقه شويه، فيعني اي فرقه تقدر تدافع فيه كويس. مش حلوه يعني، في بعض المشاكل على مر السنين يعني. لا وطبيعه الملعب يعني ضيق شويه، فبيخلي اي فرقه بتلعب بتعمل اتساع الملعب زي النادي الاهلي بيكتفها. الله ينور عليك. فطبعا دي كانت نقطه مهمه جدا. طبعا نبدا نتكلم على المباراه نفسها. طبعا الكابتن عوده ما عملش زي ما انا كنا متوقعين ان هو هيعمل ديفنس وهيدافع، لا ده عمل دفاع متقدم ولاعب الاهلي مباراه مفتوحه. بنحييه طبعا كابتن عوده وبنحيي فرقه المحله، لكن طبعا هو بيلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير عنده عناصر كويسه جدا. الاهلي بطبيعه الحال بعد الجون الثاني تحس ان اللعيبه هديت شويه، اطمنوا المباراه. حتى موسيماني بدا يعمل تغييرات كان فيها اللي انا مستغربه جدا، طلوع شريف في الدقيقه 72 نزول حسام حسن. يعني كان انا شايف انه كان يعني شريف ماشي كويس.